يعني في حادثة حادثتين يعني كتبت قدامه قصيدة يعني لمجرد طلبه يعني قال لي اكتب قصيدة هالحين وكتبتها يعني فيمكن هو تسليم بالأمر يعني أنه هذا اختيارك عاد أنت خذ سلبياته وإيجابياته يعني هي عليك بس أنه أنت فيك شاعر يعني اقتنع أنه أنا فيني شاعر ما أنه أنا ماخذ الشعر كمهنة سهلة كل أحد ممكن يكتب شعر يعني بس طبيعي ما هو كل أحد شاعر ولا يعني ولا كل أحد يستطيع أن يصل إلى هالمستوى يعني ما هو مستواي لا قصدي يعني المستوى المبدع في الشعر.